الخيالية دي كلها موجودة، كأنك يعني شغال على برنامج من برامج المونتاج أو برنامج من برامج الجرافيكس أو الفوتوشوب والثري دي ماكس، البرامج اللي بتهتم قوي بالصورة وبالجماليات وبالحاجات اللي زي دي، سواء كانت صور متحركة أو سواء كانت صور ثابتة. فالأوفيس 2007 فيه الحاجات دي وبطريقة سهلة جدا وسلسة جدا. فأنت لما تتفرج تشوف كده، عملنا شوية دلوقتي نص، عملنا عليه شوية مؤثرات، وبعدين صورة، وبعدين وورد ارت، دول تلات حاجات اساسية طول ما انت شغال في البرنامج بتحتاجهم. تدرج نص وتعمل عليه شوية مؤثرات، تدرج نص يعني تكتبه، وتدرج صورة وتعمل عليها شوية مؤثرات، وتدرج وورد ارت وتعمل عليه شوية مؤثرات. الوورد ارت اللي هي الحاجات الجمالية، مثلا عنوان الكتاب، عنوان المقالة، اسمك، بياناتك، حاجات محتاجة شؤون فيها شوية جماليات كده كويس. الكلام العادي بالخط العادي، الصور هترفقها بالبتاع. فالحاجات دي حاجات اساسيه في كل بقى الاوفيس موجوده معاك. خلاص بصينا بصه كمان على الموضوع ده، احنا الصفحه الاساسيه استعرضنا فيها لحد هنا مثلا. طبعا ده ترتيب تنازلي وتصاعدي لو انت مرتب شويه حاجات. طبعا انا عايز اعمل اطار للحاجات ديت اهي، بعمل اطار من البتاع ده، الاطار بختار شكله، اذا كنت عايز اعمل الاطار من هنا من حد ايسر بس، علوي بس، سفلي بس، اطار في كافه الاتجاهات، كافه الحدود، زي ما انا عايز. عايز ارسم جدول، عايز اعمل اي حاجه من الحاجات اللي موجوده في 2003 اللي ممكن نستعيدها بعد كده بالايه بالتفصيل كويس كده. مية مية. طبعا دلوقتي انا عايز اقفل البتاع ده، فلما باجي اقفل ممكن ده ضغطتين كويس، او ممكن اقفل من هنا كويس. لما القطع ده بيفتح لي بقى قائمه طويله عريضه فيها الحاجات اللي انا ممكن اتعامل معاها في البرنامج دي، الحاجات الاساسيه البرنامج بيعتمد عليها. جديد ده طبعا عشان اعمل صفحه جديده، فتح عشان افتح ملف موجود عندي بالفعل، حفظ عشان اسيفه، ده سيف اللي هو كنترول اس، ده حفظ باسم اللي هو ايه سيف اس. حفظ باسم بيتيح لك حاجات كتير، بيقول لك ان مستند وورد، قالب وورد، وورد 2007، وورد 97 2003 ولا ايه بالظبط. مستند وورد يبقى احفظه بالامتداد بتاع 2007، بتاع 2007 فالبرنامج هيبقى امتداده دوت دي او سي اكس كويس. فما فيش ما ينفعش تاخده عند واحد صاحبك غير لو كان عنده 2007 برضه، يعني ما ينفعش يتفتح على جهاز غير على جهاز 2007. طب الناس اللي عندها 2003 ما ينفعش واحد عنده 2007 يودي 2003؟ قال لك طبعا لا ينفع. ازاي؟ هتحفظه بقى بالامتداد من هنا. يبقى انت هنا عشان البرنامج يفتح القديم والجديد اذا كان 2007 او 2003، لما تسيف من مستند بالطريقه ديت يبقى هو يفتحه سواء 2007 او 2003، انما لو سيفت من فوق يبقى لازم 2007 بس. طبعا ده عشان تعمله تمبلت طابق قالب، وبعدين يعني قالب يعني زي ما احنا بنقول عندنا اسطمبه في العمال المصري، حاجه كده اساسيه بتعدل فيها شويه تعديلات وتعمل شويه مؤثرات عليها او تغير نص الكلام، لكن هو شكل معين بالوانه بمؤثراته بالحاجات اللي موجوده عليه تمام. طبعا ممكن تحفظ بتنسيقات اخرى اذا كنت هتستخدم البرنامج مع برامج تانية، ممكن ايه تستورد وتصدر وتعمل شويه حاجات من الناس متعوده عليها دي. طباعه، ممكن تعمل طباعه وطباعه سريعه ومعاينه قبل الطباعه، تشوف الكلام ده لما الطباعه يعمل ازاي، بعد كده ارسال وتحضير والنشر والحاجات اللي زي دي. خلاص اظن الموضوع سهل وبسيط، واستعدنا شويه حاجات لطيفه في اوفيس 2007 وحاجات اساسيه كمان، دخلناك في المود بتاع البرنامج. دلوقتي انت تقدر تخش في البرنامج من حالا تسطبه، وعمليه تسطيبه بتاخد وقت بس شويه، انما هي سهله خالص، ماشي عادي مع البرنامج. نيكست نيكست نيكست، او لو كان عربي هتقوله التالي التالي التالي، موافق، اي انا اقبل هذه الاتفاقيه وهذه الرخصه، وتكمل معاه عادي خالص، وتسطب البرنامج لحد الاخر. تيجي تفتحه في الاول هيبقى تقيل شويه على الجهاز، لكن بعد كده سرعته هتزيد، وتتعامل معاه اول باول، وتاخد عليه بقى الحاجات اللي انا عملتها دي، تبدا تعملها دي الحاجات الاساسيه. يبقى تبدا تاخد عليه اوفيس 2003، يبقى معاك الاثنين، رحت في اي مكان تطبع، رحت في اي مكان تشتغل، رحت في اي مكان تعمل اي حاجه، لقيت 2007 مفيش مشكله، لقيت 2003 مفيش مشكلة. خلاص طبعا زي ما احنا عارفين دلوقتي عرفنا حل المشكلة ايه، ان احنا عندنا 2007 و2003. طيب الناس اللي عندها حاجة 2007 تقدر تحولها ل2003 من الزرار ده زي ما اتفقنا، من حفظ باسم كويس، تقدر تحولها هنا تفتحها 2007 وبعدين تحولها ل2003 كويس،
وعلى فكره ينفع الاثنين يبقوا بنفس الاسم، يعني نفس الملف يبقى وورد وورد والاثنين جنب بعض والاثنين بنفس الاسم، بس ده 2007 وده 2003 كويس. بس طبعا بتاع 2003 2007 يقدر يفتحه. طيب اللي عنده بقى 2003، ما هو اللي عنده 2003 2007 يقدر يفتحه. يعني احنا عايزين نعرف ان سواء الحاجه 2007 2003 على اي جهاز ينفع تشتغل، بس ايه ال 2003 لما يكون عندك 2003 الحاجه هتفتح 2007 على طول. لو الحاجة 2007 هتحتاج تحولها انك تسيفها بامتداد جديد ك 2003. خلاص يبقى ده الموضوع بشكل عام. نقفل كده ونقول له ايه، ونقول له لا. نبص بص على المقالة بتاعة تنظيم الوقت ديت. طبعا دي مقالة، أول ما أبص في المقالة كده أبص تحت بطرف عيني ألاقي صفحة من 8، يعني دي الصفحة رقم 8، عدد الكلمات اللي موجودة. اللغة اللي أنا شغال بيها هي العربية بتاع المملكة العربية السعودية، طبعا ممكن أغيرها. المهم نبص للتخطيط اللي أنا ماشي بيه ده، تخطيط الطباعة، ده تخطيط الكتاب لو أنا عايز أقرأ البتاع ككتاب، لو أنا عايز أخرج منه بعمل اسكيب. بعد كده نبص تخطيط صفحة نت اللي هو اللي اوت بتاعي، يبقى صفحة نت او التخطيط اللي بعده ده مش فاكر اسمه ايه، المخطط التفصيلي او المسودة. افضلهم طبعا هو تخطيط الطباعة، ده بيدي تأثير كويس معانا. طبعا لو الصفحة مش كبيرة قدامي ممكن اكبر واصغر عن طريق السلايدر ده كده، الكلام بيكبر اهو 160 300% مش عارف كام، بقدر ايه في الوسط بالظبط بيبقى 100%. وبعد كده تقدر تكبر وتصغر اللي هي زرار كنترول، وتبدأ تحرك البكرة زي ما انت عاوز. زرار كنترول وتحرك البكرة بتاعة الماوس، او من السلايدر ده تضغط، او تضغط هنا للتكبير وتضغط هنا للتصغير. كويس جدا. خلاص لو بصينا بصة ان انا مثلا ألفت هذا الكتاب او كتبته او هذه المقالة، وعايز اعمل عليها شويه تاثيرات معينه عشان اغير النصوص اللي موجوده فيها واخليها بشكل معين كويس. اول حاجه بس هشيل كلمه اسم الكتاب ديت، نمت عليها ديليت. مهارات، تمام. اعلم على البتاع ديت واقول له لا ده ديت بقى ايه، احنا محتاجين ان هي يكون لها تاثير معين ونتوصى بيها شويه، فهنخلي مثلا لونها مميز لون احمر ده، وبعدين هنخلي خطها بدل ما هو تهومة نخليه الراجل ده، ونخليه خط بولد، ونخليه مثلا كده، ونجيبه في وسط الكلام كويس. بعد كده المؤلف هنشيل برضو كلمة المؤلف ديت، هنحط اسم الراجل على طول. وبرضه نخليه في وسط الكلام. دار النشر والتلخيص والمش عارف ايه، طبعا الراجل اللي تعب ولخص الكتاب وترجمه. كنترول زد، انا غلطت، علمت على اسم الراجل. عادي خالص. تلقائي مثلا كده كويس. واحد يقول لي بقى طب افرض في تأثير معين عايز اطبقه على الصفحة كلها. طيب خلاص سهل يا عم، هتقوم جاي على الصفحة كلها ومطبق التأثير اللي انت عايزه. كنترول ايه معلم على الكلام كله، مخليه كله بهذا الخط، مخليه كله بولد كويس. بس من اول هنا عايز الخط يكبر، كنترول زد. من اول هنا عايز الخط يكبر شويه عشان انت عينيك بتتعب من القرايه في الخط الصغير.
كبرنا الخط، كبره كمان، كبره اكتر. كويس. عايز تعلم مثلا من اول هنا برضو لحد الاخر؟ عايز تعمل له المحاذاة اللي هي وضعية الضبط ديت، لقيتها وحشة هتجيبه على اليمين تاني. كويس جدا. تبدأ بقى تظبط الكلام ده زي ما انت عاوز. الراجل ده لقيت ان الخط كبر نفسه، فلازم ده يكبر كمان. ممكن تشيل الشرطة ديت وتعمل انتر، تنزل الكلام ده وتكبر كلام الراجل ده تاني، تكبر قصدي اسم الراجل. ماشي. دي كلها تأثيرات ممكن تعملها. كتبت النيل والفرات، ده اعلان للمكتبة اهو. قبل ان تصدر الكتاب، يعني عندي مقدمة قبل ان ننظر في الكتاب. هنعمله كده، ده في الوسط. نكبر الخط ده نخليه 28 ونخليه باللون الأزرق مثلا. ونشد تحته خط. طبعا في تأثير الخط ده يبقى عامل ازاي. كويس. هنخلي الخط ده باين كده. كويس جدا. هنعلم بقى على التأثير ده، ونستخدم الفرشة اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي نسخ تنسيق. نخلي كلهم، كل التنسيقات اللي جاية بعد كده بالايه، بالوضعية دي. ادور بقى انا على الكلام اللي هو ايه، عناوين الكتاب. اعلم على ده كده، هلاقيه جه اقوم حاطه في الوسط. اليوم الأول تقييم السد. هو فك البتاع ليه؟ تعمل سكيب، تخرج من الفرشة. تعلم تاني على ده. هي راحت فين المقدمة دي؟ ظهرت البتاع دي، جبت الفرش. نزلت خليته في الوسط، وهكذا اكمل بقى مع الكتاب نفس الموضوع ده. واحد يقول لي طب الحاجات دي مهمة، وهو الراجل عايز يعني كاتبها لي بخط كبير اصلا عشان اخد بالي منه، اللي هي الملحوظة، الملحوظات بتاعت الراجل ده. فانا علمت عليها وجيت من هنا قلت له انا عايز اختار لها ايه، حاجة معينة. تمام. المحاذاة لليسار، مثلا كده. ده لو انا عايز ارتبهم في خلال ايه، ارقام.
مش فاكر طبعا. طول ما انت ماشي في البرنامج بتطرح تساؤلات، هي التساؤلات دي اللي بتعلمك فعليا، اللي هو مثلا انا دلوقتي جاي في دماغي ازاي اخلي الرموز ديت ناحية الشمال ناحية اليمين مش ناحية الشمال. انا مش فاكر دلوقتي هو الموضوع ده بيتعمل ازاي، فبجر اقوم جايب الرمز من هنا اختار الرمز. لا انا ممكن اختار الرمز من الرموز ديت لو انا مش عاجبني الرمز ده. طيب لو كان صورة، طيب الخط ده التباعد وده التأثيرات اللي موجودة على الخط كويس، بدا لون لون تسطير نمط الخط نص لاتيني تباعد الأحرف. هي أكيد موجودة بس أنا مش واخد بالي، بس فين؟ هو ده الموضوع بقى، أبدأ أدور في الحاجات دي وأدعبس عادي خالص لحد ما وصلت. طب التوسيط هيخليها عاملة ازاي؟ شوف كده التوسيط فرقتش فرق فعلي او فرق كبير. المهم ندور كده كل الايه الحاجات تتعلمها بالايه بالشكل دوت. الراجل ده لو مناسب بالنسبة لك ولا ده ممكن، ده ممكن كده، ممكن تعمل نقط. في ناس بتحب العلامة دي قوي مثلا كويس، هو عامل لها ترتيب معين. الترقيم ده ممكن مش عاجبك تشيله واحد واحد وبعدين تضيف له الترقيم اللي هو الترقيم الطبيعي اللي موجود ايه اللي موجود هنا. الحاجات دي مش داخلة مزاجك، البتاعة دي شايفها مش متنسقة كويس، ممكن تيجي هنا وتحاول توسطها. انت حاول تجيبها شمال، اتظبطت الى حد ما ماشي.